بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال اتصال هاتفي مع سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر آخر التطورات المتصلة بجهود السلام ودور ألمانيا الكبير الداعم للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن أكد وزير الخارجية حرص الحكومة على إنجاح الجهود الأممية والمبعوث الأممي لليمن للوصول إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها واستنادا إلى الموافقة السابقة للحكومة الحكومه على مبادراته التي نتمسك بها، وثمن الحضرمي دعم المانيا الكبير كرئيسه لمجلس الامن الشهر الجاري واستجابتها لدعوه الحكومه بعقد جلسه خاصه حول خزان النفط الصافر في مجلس الامن التي عقدت في منتصف الشهر الجاري، كما اكد على ضروره الاستمرار في الضغط على الميليشيا الحوثيه من اجل الزامها بتنفيذ ما تعهدت به بالسماح لفريق الامم المتحده بالوصول لخزان صافر من اجل تقييمه وتفريغه والتخلص منه. ولفت إلى أن تراجع الميليشيا مؤخرا لم يكن مستغربا وأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات حازمة لإزام هذه الميليشيا بالانصياع لدعوة المجتمع الدولي في هذا الشأن لتفادي كارثة بيئية لا يحمد عقباها على اليمن والمنطقة من جانبها عبرت السفيرة الألمانية عن دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص مارتن غريفث من أجل حل الأزمة في اليمن والوصول إلى تسوية سياسية شاملة متمنية أن يسود السلام والاستقرار في اليمن قريبا كما اكدت حرص المانيا على حل قضيه صافر لتفادي وقوع اي كارثه محتمله تؤثر على جميع اليمنيين